طب مين اصعب مدافع لعبت ضده؟ حسام عاشور. حسام عاشور اه. طب قدرت ترقصه مره فعلا ولا ما فيش حد ما بترقص بس هو حسام حتى لو رقصته بيجي لك تاني فاهم، فدي حاجه بتبقى يعني بالنسبه لك انت متعبه. ايه السر لحد لعيب يقدر يوقف محمود عبد الحكيم كمهاره؟ ما اعرفش، بس انا ما دايما اللي كان بيقف يحلق عليا دي كان بالنسبه لي اصعب من ان انت تيجي تضغط يحلق. انا كنت بحب اللي بيجي يضغط ده كنت بحبه. انا من الناس يعني اللي كنت باخد الكره واروح على الناس حتى لو عارف ان انت بتترقص. دي علمهاني الكابتن مختار يعني في بداياتي مع بتروجيت ما كنتش بعمل كده لحد ما جيب سألنا محمود لازم تاخد الكره وتروح على الناس. قال لي دي يعني لو انت هتعدي بنسبه 70% هتخليك 100% هتعدي. فلما ابتديت اعملها لقيتها فعلا يعني الجراءه في المهاره كويسه ان انت تبقى جريء وعندك ثقه في نفسك وانت تاخد الكره تروح على الناس. دي حاجه بالذات لو هو لعيب جامد. انا كنت بعمل كده دايما مع الناس الجامده. طيب مين من جيلك كان احرف منك؟ بص اللي انا على طول بقول ان هم احرف مني كابتن حازم امام وكابتن عبد الستار صبري والكابتن وليد صلاح الدين. طيب مين من الجيل الحالي بقى دلوقتي احرف من محمود عبد الحكيم؟ برضه مش بقيسها كده او هي ما تتقاسش كده يا حامد. ممكن انا اكون مثلا احرف من واحد بكتير جدا بس هو حريف عنده سرعه اكتر مني. مش بتتحسب كده. ممكن انا اقول لك فلان احرف مني وانت شايفني انا احرف منه. لا ما هو انت بالنسبه لك انا بسالك انت فشوف انت اللي بالنسبه لك. ممكن اقول ايمن حفني. ايمن لحد دلوقتي لو لعب كتير واديله عدد ماتشات كبيره هيبقى احسن من كده بكتير وهيرجع كويس. تمام. مصطفى فتحي. مصطفى لعيب جامد جدا وعايز اقول لك ان كان لازم يبقى كان لازم يبقى ليه دور في البطوله ديت لان كنا نستفاد بيه. خلي بالك كنت هتحتاجه يعني في اوقات كنت هتحتاج مصطفى فتحي بالذات مع الافارقه. يعني اللعيب الافريقي ده احنا طول عمرنا بنكسبه بالمهاره مش بالقوه ولا السرعه ولا بدليل ان احمد فتوح باك ليفت صح؟ اه من الناس المميزه جدا في المنتخب عشان هو عنده كرة كويسه. تمام. ودماغه كويسه بيفكر كويس. بحب رمضان صبحي جدا. رمضان صبحي يعني انا بالنسبه لي يعني في الجيل دوت هو من الناس المفضله بالنسبه لي جدا. بحب شيكابالا طبعا. شيكابالا حريف جدا وانا شايف ان هو ما خدش حقه في الكوره. لقب الحاوي اتقال عليك وعلى وليد سليمان وعلى ايمن حفني. من وجهه نظرك انت بقى شايف مين الحاوي الحقيقي؟ مش هقدر اقول لك يعني سيبك مني انا. ايمن وليد مميزين جدا. وليد مميز في حاجات وايمن مميز في حاجات يعني يمكن وليد كان اقوى واسرع وبيلعب على الجول احسن. ايمن احرف فالاثنين يستاهلوا يتقال عليهم حاجه. لكن انت عايز مين الاحرف فيهم يعني؟ لا ايمن احرف بكتير. ايمن احرف من وليد بس وليد عنده حاجات اكتر من ايمن. طب والحاوي فيهم؟ ما انا قلت لك الاثنين يتقال عليهم لان خلي بالك فتره وليد مثلا وليد طريقه لعبه اتغيرت لما راح النادي الاهلي. لكن قبل النادي الاهلي لما كان معانا في بتروجيت كان بيأدي بشكل تاني خالص. كان بيعتمد على المهاره اكتر من القوه فاهم. طب هو ايه الفرق بين الحاوي والحريف اصلا؟ لا في فرق بين الحريف واللعيب. تمام. يعني فاهم ممكن تقول على واحد لعيب وواحد حريف. الحريف ده اللي انت وهو بيرقص تستمتع اللي هو ياخدك يا ولد غصب عنك تلاقيه بتقول له يا ابن الذين يا ابن اللعيبه. لكن اللعيب ده في ناس بتاخد الكره تروح على الناس تزق وتجري وبتاع. ده لعيب. شايف بقى مين احرف شيكابالا ولا عبد الستار صبري؟ عبد الستار صبري انا بالنسبه لي احرف يعني من احرف لعيبه في تاريخ مصر. وشيكابالا نفس القصه. انت ممكن تقول لي انت بتحب طريقه مين اكتر؟ ماشي. لكن مش مين احرف لان الاثنين حريفه جدا. انا احب طريقه عبد الستار صبري اكتر. شايفه يعني مميز او مختلف عن لا انا شايفه ان هو انا شايفه ده من اكتر الناس اتظلمت في الكوره. يعني كان ممكن يروح لحته بعيده قوي في الكوره لان كان عنده كل حاجه سرعه ومهاره وبيلعب على الجول كويس وكان عنده كل حاجه في الكوره كويس. طيب ايه احلى ترقيصه عملتها في حياتك؟ الاهلي وبتروجيت وائل جمعه.